أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الدور الوطني لمنتسبي قوة دفاع البحرين في الحفاظ على سيادة الوطن وصون مقدراته ودعم مسارات التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في ظل الدعم المستمر الذي تحظى به من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين يرافقه سمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وقال سموه إن تضحيات رجال قوة دفاع البحرين وبسالتهم من أجل حماية الوطن وأمن المواطنين محل اعتزازنا الدائم، وستظل تضحياتهم وأنجازاتهم خالدة في ذاكرة الوطن، ونؤكد مواصلة العمل يدا بيد من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين لتظل هذه الأرض واحة الأمن والأمان وموطنا للسلام. وخلال الزيارة قدم لسموه إيجاز اطلع خلاله على سير تنفيذ الخطط والبرامج في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية التي تسهم في رفع كفاءة وفعالية الجاهزية القتالية لقوة دفاع البحرين، معربا سموه عن شكره وتقديره لمنتسبي قوة دفاع البحرين لكونهم شركاء فعالين ضمن فريق البحرين حاملين الأمانة بكل إخلاص وشجاعة إعلاء لراية الوطن.